اولا كنشكر القناه ديال شوف تي في في الحقيقه، ولكن اللي اساسي هو انه بالنسبه للبرارك او لهذا البرنامج بصفه عامه اللي هو برنامج مدن بدون صفيح اللي شرف عليه اشراف شخصي ديال عامل اقليم سيدي سليمان، كنشكروه من هذا المنبر يعني بالاسم ديالي كرئيس جماعه سيدي يحيى الغرب واسم ساكنه ديال سيدي يحيى الغرب على هذا التتبع المباشر ديالو، وكذلك السلطات المحليه في شخص السيد الباشا اللي فعلا عنده حنكه وعنده تجربه كبيره في هذا المجال في مجموعه من المدن. الحمد لله يعني اللي غادي نقول هو انه يعني الجماعه قبل 2004 يعني في عقد المدينه كان البرنامج شامل ثلاثه ديال الدواوير، دوار ديال سكا، دوار دراعو، ايضا دوار ديال الخيريه. من بعد 2004 وبعد يعني البرنامج ديال المدن بدون صفيح اللي وقع عليه صاحب جلاله الملك محمد السادس نصره الله في 2004، جات الاتفاقيه في 2005 مع الجماعه ديال سيدي يحيى الغرب. هذه الاتفاقيه في 2005 ضافوا لها إضافة إلى ما تبقى من 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 دور صفيح ديال دوار دراعو ودوار السكة، وأيضا ضافت عليهم دوار الرحاونة الجماعة السلالية الرحاونة اللي استفدت من تقريبا من 18 هكتار، اليوم كلهم راهم استفدوا من هذه الجزيئة ديال 18 هكتار. كذلك يعني قاطيني ديال دوار الرحاونة اللي هما غير سلاليين كذلك استفدوا من هذه الجزيئة هذه، وكذلك المنطقة الفيضية اللي هي محادية الواد تيفلت يعني في حي النهضة اللي كانت كتعرف تهديد من طرف يعني كانت مهددة بفيضانات. هادو كلهم هاد الدواوير كلهم دخلوا في هاد الاتفاقية في إطار ديال 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 برنامج مدن بدون صفيح، واللي شملت أزيد من 5300 براكة، منها 1229 اللي هي اليوم هاد الجزيئة الواحدة أربعة اللي بها تقريبا 70 هكتار. من بعد هاد الاتفاقية عرفت واحد التعثر كبير، هاد التعثر اللي كان كبير الحمد لله بالفضل كما قلت ديال 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 التتبع الشخصي ديال عامل الاقليم سيدي سليمان، يعني الحمد لله يعني تم تجاوز هاد العراقيل، وايضا من طرف جميع المتدخلين، لا جماعه حضاريه ولا وزاره الاسكان ولا جميع المتدخلين انهم كانوا معنا، كذلك سيد كاتب عام للعماله. يعني الحمد لله اليوم ما عندناش اشكال، كيف ما كيعرف الجميع انه نهار 20 سبعة يعني 20 يوليو 2023 كان بالنسبة لنا هو اليوم النهائي الانتهاء مع دوك البراريك والإعلان أن مدينة سيدي يحيى الغرب مدينة بدون صفيح بناء على الدواوير اللي كانت مسطرة في الاتفاقية. مازال عندنا إكراهات أخرى اللي هي دواوير أخرى اللي جات من بعد الاتفاقية في 2009 في إطار التقسيم يعني الترابي اللي كان جديد في 2009. كاين دوار شنانفة اللي اليوم حنا في طور الدراسة ديالو على أساس أنه مع الجهات المختصة، كذلك كاين دوار كانطا اللي توا ألحق بالمدينة في التقسيم الترابي توا الجديد، كذلك كاين بعض الأنوية اللي خاص القضاء عليها. اللي غادي نقول هو ان هادشي ما جاش بالسهل، راه باش دير 69 هكتار وكيف ما كتشوف اليوم على جميع يعني المستفيدين اليوم الحمد لله، يعني اللي كيستافد من شي بقعه راه كيجي وكيبني، راه عمليه البناء راه بدات الحمد لله، تراخيص في الجماعه راه كاينه، دارت مجهودات كبيره، ومازال اللي غادي نقول هو انه مازال مجهود كبير غيدار في دوار شانطي، لان اخر اجتماع عندنا ان شاء الله الثلاثاء المقبل على اساس مع التوبوغراف والاجونس اوربان ومع المتدخلين العماله على اساس انه باش نهيو هذه العمليه ديال المعاناه ديال دوار شانطي اللي كتعتبر نواه ديال المدينه ديال سيدي يحيى الغرب. واللي غادي نزيد نضيف هو انه لابد في هذه الجزئيه كذلك ان المدير العام العمران انه يتدخل بشكل شخصي مع الشركات النائله ديال هذه الصفقات، وخصوصا عندنا مشكل ديال لورسيت، عندنا المورسيلمون، وكذلك بعض الطرقات هنا في لا ترونش 3 اللي خاص الانتهاء معهم عاجلا باش جميع القاطنين يكونوا مدير. كذلك كاين شارع ديال تيفلت اللي كيتعتبر يعني شريان ديال المدينه ما بين القرى المجاوره، حتى هو خاص الانتهاء منه، وبالتالي غنكونوا نهينا هذا البرنامج مدن بدون صفيح بناء على الاتفاقيه اللي كانت الاولى. مازال عندنا دوار شنانفة اللي هو البوابه ديال سيدي يحيى الغرب، يجب حتى هو اما في اطار يعني مع الجهات المختصه يعني في الدراسه ديالو، اما غادي يكون اعاده الهيكله ديالو، واما غادي نشوفوا شي حاجه لانهم سلاليين تما. كذلك دوار كانطا وبعض الانويه ان شاء الله. كنتمنى التوفيق للجميع، راه ماشي بالسهل انه جا هذا الشيء، الحمد لله كانت اراده قويه ديال كما قلت ديال عامل الاقليم وجميع المتدخلين مشكورين، وكذلك الجماعه
وكنتمنى التوفيق لهذه الساكنة وشكرا.